قال أنا تعاملي مع الأهلي أكبر من قصة الفلوس. ما شفناش أبو تريكة أو بركات أو جمعة بيطلعوا يعملوا فيديوهات بيقولوا فيها تاريخنا كبير جوه الأهلي وإحنا جبنا بطولات للفريق أو عملنا تاريخ وإحنا كباتن تاريخية وكل الهري اللي طلع اليومين اللي فاتوا، برغم إن تأثيرهم الفني في الجيل الذهبي وفي حصد البطولات أكبر من تأثير عاشور 100 مرة، وكانوا نجوم الفريق واحد في خط الدفاع وهو وائل جمعة، واتنين في خط الهجوم وهم أبو تريكة وبركات. لو مباريات الاعتزال حكر على النادي الأهلي فكان أولى بيها التلاتة دول، ولو هي تكريمية ومنحة من النادي الأهلي فبرضه كان أولى بيها التلاتة دول. فمش معنى إن الظروف خدماك يا عاشور وإنك إدارة، وده خطأ كبير من إدارة النادي الأهلي إنها وعدت عاشور بمباراة اعتزال، وإن حسام عاشور كان استثناء دونا عن كل اللاعبين والنجوم اللي قبل عاشور، ويتوعد بمباراة اعتزال وشغل بعد الاعتزال وتفرضه على قناة النادي الأهلي بالرغم إن هو ما عندهوش الملكة إنه يكون متواجد في قناة النادي الأهلي. معلش يعني مع احترامي، تبقى بجاحة لما تتحمق قوي ولسه المباراة ما اتخدش إجراء رسمي في إقامتها في ظل ظروف كورونا الحالية وتعليق النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم. عندنا رموز زي أبو تريكة وائل جمعة وبركات، هم دول اللي جماهير هتفضل فاكراهم دايما وتعشقهم لأنهم حبوا الأهلي ولا غير الأهلي. عموما الغلط كل الغلط من عندنا، عارفين ليه احنا اللي غلطانين؟ عشان بنحمل نادينا فوق طاقته وبنطالبه باللي مش طبيعي ولا مفروض يعمله ولا ملزم بيه، عشان بنساعد الإعلام والمنافسين في مزايدتهم علينا دايما، خايفين من التحفيل وان حد يقول الأهلي كان قاسي على اللعيبة بتاعته وبياع وبيرمي ولاده، فبنحمل على نادينا مسؤوليات مش بتاعته. الكل بقى بيتعامل مع الأهلي انه مؤسسة خيرية مش نادي احترافي، هيعالج الكل وهيصرف على الكل وهيكرم الكل وهيصرف الميزانية كلها اللي هي مال عام في أمور خاصة. الكل بقى طمعان في النادي الأهلي، ومش بس بيطلب منه الحاجة دي بذوق، لأ ده بإلزام، ولو ما حصلش يطلع يصرخ ويبكي بين الظلم ويبجح ويطلعك كنادي إنك نادي بياع ما عندوش دم وبياع لأي حد من أولاده. أول ما تطلب أنت كنادي التقدير من اللي قدامك في مفاوضات التجديد يقول إحنا في عصر احتراف. طيب إشمعنا إحنا بنبقى محترفين مع المحترفين مع الأهلي وعايزين من الأهلي كل ما هو منافل للاحتراف؟ أي نادي في العالم، لو بصيت لأي نادي في العالم في أوروبا في غير أوروبا، هتلاقي العقد بينتهي والنادي مش عايز يجدد مثلا، بيقول للاعب شكرا يلا بالسلامة وبالتوفيق، نتمنى لك التوفيق في أي محطة أخرى وبس، ومش ملزم بأي حاجة تانية، انت ملزم فقط ببنود التعاقد حتى يوم نهايته. يوم ما بينتهي التعاقد بقول لك جود لك، باي باي، مع السلامة، بتمنى لك التوفيق. انما هنا تخيل انت بقى بتدلل وتكرم وتعمل المستحيل عشان تراضي، وبرضه بتتقابل ببجاحة وقلة اصل وقلة ذوق. اللاعب بيفتكر ان ده واجب عليك اصلا، مش جميلة، لا ما بيبقاش عاجبه، مهما رضيته ما بيبقاش عاجبه، على الرغم مهما كان اللاعب ده ادى لناديه لاعب سنة لاعب اتنين لاعب 10 لاعب 20 سنة، هو مكش اي لاعب في النادي الاهلي غير النادي الاهلي هو بيلعب من اجل المال. لعيبة بتاخد ملايين، مع احترام الكامل مع احترام الكامل، في علماء ودكاترة ومهندسين بيطلع عينهم في حياتهم ما بياخدوش ربع اللي بياخده لاعب الكرة في النادي الاهلي. فما يجيش لاعب بعد ما يقضي 20 سنة في النادي الأهلي أو 15 سنة في النادي الأهلي بيحصل على الأقل في السنة 2-3 مليون جنيه، يعني عمل له ثروة لا تقل عن 30-40 مليون جنيه، يجي يقول لي أصلا أنا ما أمنتش مستقبل عيالي. أنت في علماء بيطلع عينهم ودكاترة ومهندسين بيطلع عينهم في الدراسة عشان ياخدوا 2000-3000 جنيه في الشهر اللي انت بتصرفهم او بتديهم لواحد سايس في العربية بتاعتك. فما تجيش النهاردة تقول لي اصل انا ضحيت وعملت عشان النادي، انت ما عملتش ببلاش، انت لما كنت بتلعب في الاهلي ما كنتش واقف على الحدود في جنوب سيناء ولا في سيناء واقف دينا واقف بتحارب، لا لا يا فندم، اللي عملك وعمل غيرك وعمل امثالك
هو النادي، فلوس النادي. فما تجيش النهارده تقول لي اصل انا لعبت 20 سنه ولعبت 15 سنه ما خدتش حاجه. لا، يكفي الشهره اللي انت فيها، يكفي الخير اللي انت فيه، لحم كتافك من خير الاهلي. الاهلي مش مطالب يقعد يتحايل على المدرب انه يجدد للاعب هو مش عايزه. معلومه لحضراتكم ان النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب عمل